اتفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ وليد. وعليك السلام، تفضل. كيف الحال؟ ان شاء الله زين. انا اسمي محمد من الاحواز. حياك الله. الله يحييك شيخ. شيخ والله صار لي غريب الست شهور احب اتواصل معك، لكن هاي اول مره يعني تردون على الاتصال، والله ان شاء الله يجزيكم الخير. اللهم امين. ويرزقكم الجنه. اللهم امين. لكن المساله، انا سمعت الموضوع عن كسر الضلع. أول شيء أنا جاي من عائلة شيعية، والحمد لله صار لغريب 10 سنين مهتدي. الحمد لله. وهديت يعني الوالد والوالدة واهتدوا الحمد لله، الله رزقهم الهداية. الحمد يعني لله. يعني جاي من عائلة شيعية قح. نعم. ويعني مجتمع شيعي قح من الأحواز، والحمد لله أنتم تعلمون بالأحواز كيف حاله، يعني شو اللي يصير فيه، وهو محتل من قبل يعني دولة المجوسية. نعم. ولبسوا على الناس دينهم، لكن اريد اكلمك يعني بموضوع الشيعه وموضوع عناد الشيعه، شيخ والله العظيم الشيعه ما عندهم اي اسناد على اي كلام يخونه ابدا. نعم. وانا جاي من بينهم ومن عائله شيعيه كله عناد. عناد في عناد، ليس اكثر من ذلك، عناد. هم يعرفون انهم عباطل، هم يعرفون ان مصيرهم الى جهنم. لكن كل الموضوع ما فيه عناد. أيوة. وموضوع الثاني من أجل من في موضوع مناظرتك مع هذا علاء الاختبارات العراقي البصراوي، هذا في الأساس كافر، وهو يعرف، وهم عالمين بكفرهم، وهم عالمين إنهم على باطل وعلى كفر. لكن والله العظيم يا شيخ كله عناد، والكل خاطر الناس تسمع صوتهم وينعرفون بين الناس، يردون يطلعون صيت بين الناس. مو أنا جاي من عائلة ومن مجتمع أعلم من صغيرهم إلى كبيرهم، من يعني أصغر شيء عندهم إلى أكبر شيء الذي عندهم، والله كله باطل يا شيخ. والناس تعلم، والعامة والعامة الشيعة يعلمون ان المراجع لبسوهم دينهم، والمعممين لبسوهم دينهم، لكن ليسوا قادرين ان يفعلوا شيء. يخافون يا شيخ، يخافون. احنا بالاحواز الناس تخاف. اللي يتكلم باسم السنه وباسم الكتاب واهل السنه والصحابه ينسجن 15 سنه بحكم وباتهام وهابيه، ويكتبون للمجوس المحاربه مع الله والافساد في الارض. أجل إن أبلغ الرسالة، ولجل إنك تتكلم في السنة وتتكلم في الكتاب وتتكلم في هداية المجتمع. وكثير من شبابنا لحد الآن في السجون، وصار لهم 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة، وكثير منهم انشنقوا وشنقوهم، وكثير منهم أصلا انبعدوهم ونفوهم من الأحواز. والأهل لحد الآن ما حد عنده علم، وأطفالهم وزوجاتهم لا عندهم علم، ونساء أهل السنة ونساءنا في السجون ويعتدون عليهم، والأعراض منتهكة، وهم يعرفون لكن لا يستطيعون يفعلون شيء، كله من خوف المراجع والمعممين، ومن خوف الحكومة الفارسية المجوسية من استولت على العراق من بعد سقوط حكومة صدام. العراق صارت محافظة للإيران ومستولين عليها، ولا يتجرؤون لا العراقية ولا الأحواز ولا أهل السنة، لا ما يتجرؤون يتكلمون، حتى الشيعة ما يتجرؤون، وكل هذول أمثال هذول اللي يجون يتكلمون معك ويسبون. والله العظيم المعممين والمراجع معلمينهم ويعلمونهم، المراجع يحرضون الناس بالحسينيات وبالمساجد إنه يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين ويبغضون أهل السنة. ليش؟ لأن كل كره، لأن أهل السنة والمسلمين كسروا تيجان كترة، كسروا إيوان كترة، وفاتوا على بلاد فارس. الله المستعان. وكسروا خشم. جزاك الله خير يا غالي. والله إن شاء الله سنفرد حلقات عن الأحواز بإذن الله تعالى، إن شاء الله نعرف الناس قضية الأحواز وما يحدث في الأحواز بإذن الله تعالى. الله المستعان، جزاك الله خير.